إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، أهلا بك. أبرز المستجدات الآن على الأرض أحمد في هذا اليوم الملبد والمعبأ بالاستهدافات من الجانبين. نعم، بالفعل كان بعد سلسلة الغارات التي تعرضت لها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت على مدار الساعات الماضية، كانت هناك سلسلة من العمليات العنيفة في الجنوب اللبناني، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ حزام ناري في محيط بلدة جوية في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى سلسلة من الغارات العنيفة التي استهدفت مدينة النبطية ومحيطها، كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لسكان منطقة النبطية الفوقة وطالب السكان بالابتعاد عن هذه المنطقة، بالتزامن مع سلسلة من الغارات العنيفة على البقاع وبعلبك في شرقي الدولة اللبنانية. تزامن ذلك مع مواجهات عنيفة على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية في إطار العملية البرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي إطار التصدي من قبل المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني لهذه المحاولات، وخصوصا بعدما حاول جيش الاحتلال على مدار الساعات الماضية توسيع العملية البرية. ولذلك أغلب العمليات التي نفذها حزب الله أو نسبة كبيرة من العمليات التي بلغت 29 عملية حتى الآن، هذه العمليات وجهت نحو تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجدهم على الأراضي اللبنانية. كانت هناك أكثر من عملية استهداف لتجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخيام في القطاع الشرقي، هناك عملية ضد تجمع لجنود جيش الاحتلال في العديسة أيضا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، هناك أكثر من عملية في مركبة وما بين مركبة وحولة، وهو ما يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول على مدار الساعات الماضية الانتشار في القطاع الشرقي على أمل تجاوز البلدات الحدودية مثل الخيام ومركبة وحولة وأيضا العديسة والتوجه نحو البلدات الخلفية في القطاع الشرقي. أيضا القطاع الأوسط مثل هذا الأمر، كانت هناك استهدافات في مارون الراس في البلدة الحدودية في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني، كما أحبطت محاولات للتسلل برا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو بلدة بنت جبيل، وأيضا في طير حرفة في القطاع الغربي للجنوب اللبناني. نعم أحمد، جملة أسئلة وأرجو إجابات سريعة فيما يتعلق بقرى الصف الثاني، كما ذكرت في رسالة سابقة لك، هل هذه مناطق مأهولة بالسكان وأين ساكنيها الآن؟ ما الوضع على الأرض؟ نعم، هذه القرى بها عدد من السكان، ولكن أغلب سكانها غادروها جراء العمليات، لأن هذه البلدات هي مسرح عمليات بالأساس، إن لم يكن من خلال العدوان البري فالعدوان الجوي قام بتسوية العديد من المنازل في هذه البلدات بالأرض، فبالتالي كانت هذه العمليات أيضا أو البلدات الصف الثاني من أكثر البلدات التي شهدت عمليات نزوح على مدار الأسابيع القليلة الماضية، علما بأن عمليات النزوح الكبرى بدأت مع العدوان الكبير على الدولة اللبنانية في 23 من شهر سبتمبر الماضي، فبالتالي هناك ربما قلة من السكان متواجدين في هذه البلدات. طيب أحمد، قبل قليل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذكر أن هذه الحرب تكلف إسرائيل ثمنا باهظا، أيضا وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جدعون سعر كان له أيضا تصريح لافت بأن هذه الحرب في غزة هدفها القضاء على حماس، لكن الوضع مختلف في لبنان. أولا، هل صدرت أي مواقف بعد هذه التصريحات، وكيف تفهم لبنانيا أحمد وبين صفوف حزب الله؟ نعم، ربما لم تصدر أي مواقف رسمية من الدولة اللبنانية تجاه هذه المعطيات، ولكن ما يفهمه لبنان جيدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أن هذه الحرب الهدف منها عودة مستوطني الشمال، ولكن الحادث على أرض الواقع أن هناك العديد من المستوطنات الأخرى ليست في الشمال فقط، ولكن وصلت إلى نحو مناطق نحو تل أبيب، اضطر المستوطنون فيها إلى مغادرتها جراء الصواريخ التي وصلت إلى مدى أبعد من تل أبيب على مدار الأيام الماضية، فبالتالي هذا الهدف لم يتحقق، وربما وفقا للمشاهد أو للشواهد الميدانية أنه لن يتحقق في الفترة القريبة، وربما هذا ما دفع جيش الاحتلال للحديث عن الخسائر الفادحة التي تعرض لها بالفعل في الجنوب اللبناني. المصادر أو المعلومات الأولية تقول أن هناك عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء هذه العمليات، وأن هناك عشرات الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرت في هذا العدوان. ولذلك هناك سباق للحديث الدبلوماسي، كانت هناك زيارة اليوم للسفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وخلال هذه الزيارة كان هناك حديث مطول حول وقف إطلاق النار، ووفقا لمعلومات أيضا
رشحت عن هذا اللقاء أن رئيس مجلس النواب اللبناني تسلم مقترحا أو مسودة لمقترح لوقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني أو في بين لبنان وإسرائيل. فبالتالي ربما هذه التطورات هل بنود هذه المسودة أحمد واضحة أو معلنة بالنسبة لنا؟ حتى الآن لم تعلن بنود هذه المسودة، ولكن ما رشح أيضا عن هذه المسودة أنها تتضمن التطبيق الكامل للقرار 1701، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد بندا يسمح له بحرية العمل في لبنان وتنفيذ الغارات الجوية إذا لزم الأمر، وأيضا أن يكون هناك تحليق كثيف للطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء الدولة اللبنانية، وهذا ما يرفضه لبنان شكلا وموضوعا هذا البند تحديدا. لكن لبنان يتمسك بالتطبيق بالكامل للقرار 1701 فحسب بدون أي تعديل أو إضافة. نعم، لكن أحمد كان من اللافت هذه الأجواء ربما التي شاع منها التفاؤل في تصريحات مسؤولين أمريكيين لأكسس وكذلك تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأننا أقرب من أي وقت مضى لاتفاق بين تل أبيب وبين بيروت حول ربما التهدئة بشكل أو بآخر. أين لبنان من هذه التصريحات أحمد سواء من الجانب الأمريكي أو الإسرائيلي؟ نعم، لبنان لم يعلن رفض أي مقترح ولم يعلن قبوله أيضا، وما يعني أن لبنان منفتح بشكل كامل على أي مفاوضات تعمل على وقف إطلاق النار، وأن ما تقدم من مقترح أو مسودة لمقترح لوقف إطلاق النار فإن هذا الأمر هو محل تقدير من الدولة اللبنانية ومحل دراسة أيضا، لأن هذا الأمر ربما سيتخذ منحنى أكبر للدراسة خلال الساعات القليلة المقبلة وصولا إلى مقترح نهائي لوقف إطلاق النار، وبناء عليه يزور المبعوث الأمريكي عموس هوكشتاين المنطقة مرة أخرى حاملا هذا المقترح وصولا إلى صفقة نهائية أو مقترح أو اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في بين لبنان وإسرائيل. نعم، لكن هذه ليست زيارة ربما مجدولة حتى الآن أحمد، لم يعلن عن مواعيدها حتى الآن، وبالنظر أيضا للسياق العام للمشهد نرى أن اليوم أيضا حزب الله استهدف إسرائيل بشكل ربما مكثف، وصلت المسيرات إلى قيساريا، هل يهدف الحزب هنا أحمد أن يتفاوض أيضا تحت النيران كما تسعى إسرائيل لتحقيق هذا المبدأ؟ نعم، حزب الله ربما يريد أن يقول أنه لا تفاوض تحت النيران، وأن مهما كانت الكثافة النارية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وصولا إلى هذه الكثافة غير المسبوقة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فإن لديه العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعل أيضا إسرائيل مضغوطة تحت النيران وتحت سقف المفاوضات أيضا، وأنها مجبرة على التوصل لاتفاق، لأن لا هدف من أهداف هذه الحرب على لبنان تحقق حتى الآن، لا المستوطنين عادوا إلى مستوطناتهم ولا أيضا تم التأثير أو القضاء على قدرات حزب الله مثلما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي هذا ربما يبرر العمليات الكثيفة التي ينفذها حزب الله على مدار الساعات الماضية اليوم، أو أيضا الوصول إلى مقر الكرياء مرتين بالأمس، مرة بمسيرات ومرة بصواريخ موجهة تستخدم لأول مرة في هذا الاستهداف في تل أبيب. نعم أحمد، أنا بشكرك شكرا جزيلا حتى الآن، وربما نكون في سياق متابعات أخرى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الساعات المقبلة الهامة أحمد في عمر هذه الأزمة. أحمد سنجاب مراسلنا من بيروت، شكرا جزيلا.